اكسر ودام وشغلناك مرة روحني المزقين ودين ثام ورثام يختارنا الغربة خس والجنان اكسر ودام وشغلناك مرة روحني المزقين ودين ثام ورثام يختار للغربة خس والجنان اجد دوري فريز لهنا وريفني غفيس مل مل مبلا مكساك الواير رقديس اجد دوري فريز لهنا وريفني غفيس مل مل مبلا مكساك الواير رقديس نعس الفقام ويفغن غور ضران ذيك الكواضيس ارصاص من الهوام لا من ذينك ذا تبض الحديس ينعس الفقام ويفغن غير برام ذيك الكواضيس ارصاص من الهوام لا من ذينك ذا تبض الحديس توقيت سرولام هو شرنك مرة روحني المسجين وفين تامر ثام يختارنا الغربة خس والجنان توقيت سرولام هو شرنك مرة روحني المسجين وفين تامر ثام يختارنا الغربة خس والجنان الخوفي زغولة وانثى مرت السوحاش تزلن كل سيدة من ريح بيس نعاش الخوفي زغولة وانثى مرت السوحاش تزلن كل سيدة من ريح بيس نعاش يغلب الحزن اشحال يموت جنبك وراش بنكون يفكت ساغر اسياخ دي قرصان سلاك وداش يغلب الحزن اشحال يموت جنبك وراش بنكون يفكت ساغر اسياخ دي قرصان سلاك وداش وقت ستر ودام هو جرناك مرة روحني لمصيان وبين تامر ثام يختارنا الغربة خس ورجلين توقيت سر ولام هو جرناك مرة روحني لمصيان وبين تامر ثام يختارنا الغربة خس ايثما تسمثين السلام عليكم ورحمة الله الزلف الأول مرحبا سيسونا فضلات المغربية تسنث إقه درنس مازيغت الساقين خلف العوايد انثاذيانت نفذاس ثاغوش نحامد أثلونيس إقه درنا في المزيين إق تروحون سيث مورثنا ثارم الساقي أدن هضار ذي ثاذيانت أفثارو لا إموسناون الطاس ثمورثنا السفرة يعني سيث مسال ثاقي ثمسال ثاقي ثعنا يوك في مناظينا يوك لسيكتور إقلان ذي ثمورثنا الطاس دي قارن باللي الجيري الفورم بور ديفورمي نسعى ذي الستوديو الساقي كذنا ولتماثنا مياسا أضرب هذا رحب عصيم ولتماثنا مياسا مديني الزول في اللام الزول في اللام نصار أقمحنا نصار الزول في اللام ونكويد كي غدي سلان فوالا سي ما بروميير جو سوي كوم انفيتي اوجوردي فوالا فرحه غطاسي من اللي غيدون صحي تامي ساعة يعطيكم الصحة أمي ساتني ضيد قم زوارو باللي سيتان سوجي
يعني بوساكي يعجبك ما طاس الطاس وثني ضيد فغي غاد حضره ذي ليميسيون كينيك باش دفكا ثم غلي اينو اين يعني يموسنا وانت مورث يتروحن سيث مورثنا ذا الخساره تم قراث يعني يتخطر ثم مورثنا تخطر في الناس اللي دري من باش الصغار باش ضوضا الفغينسن ولكن ما ضوضا فرنس لي ديبلومنسن واتفقنا يعني الخدمه اثني والمن تروحون ثمران فرا ثمران فرا فتح يعني يلرزوفر لي بورت باش اخذ من ذي الدومين نسن ان ولا طاس نكون يعني اداريا ينجح مليح ذي ثمورا الاوروب نا ثمورا ان الامريكان نا ثمورا ان فرا اون جينيرال لا شوز مرض ارضي نيضا ولت مثلا مياسا ذا الصحة مثلا نصار ثمورتنا ماشي تنس فراح ان الجهة يقيني اسل من ذني دي تفاني السداويين ذا الصحة ذغرنا ذا عثفن ذا سهرنا كنا ذا ادفغن ستوارق تنين السيرتيفيكا نقارنا كني مي ثقرا ادفنو كتبورا غلقنت دان شتيكوس فرح على مليح مليح ثمور تتعاونا رميز نكيني شو بها صارت مطوث أليلين ستاذيس تسعوا قورن يا لكن دي مرد سوف غميس دي مرد تذكرية ونناظنا أثي ربي لكي قيث شو بها يعني ويقذي غران دي ثمور ثنا أسلما دي ديفان دي سداويث هدي وين سيرتيفيكا مبو سيرتيفيكا مي أكوا ساسير أبخي باش أكنا ذي هذي خدم اين ماشي ذا الميتينس ذا الشغليس ماشي ذا الشغليس اتفوض ذا انجينيور كي ترافاي كوم ايبوور كي ترافاي كوم كلينر دون دي دون شي لي دونتيس شي لي ميدسان باش تقول صفرحنا راه صفرحه راه نصر اسك ذي الجهه ينم ذي الحياه ما قلت ما مياس سنه ضط سي مذانا كي فغند سي لي زونيفرسيتي سي لي ديبلوم وروح لثلاث موران فرا اسك ساعد الكونتاكت مازال ساعد الكونتاكت كي دسن اسك يعني بظن الفغين سن ذي ثمران فرا ماز اس ناس نغطاس نغطاس لي ميدسان يا بوكو دو ميدسان دايور كون تروف 6000 ميدسان كي ترافاي اون فرانس يغرولن 6000 يغرولن سي ثمورثنا زمان نعرف كان لي فروي العالي دي ثمورثنا مي يا با د انفراستركتور يا با دو مويان يا با دو سالير كي فالون ا سيت ميدسين لا اش راقي من دي ثمور ما نزر باللي طبيب باش هذه وضع لا سبيسياليتي نس مينيموم 8 سنين باش هذه غار يعني هذه هو لا سبيسياليتي الناس ثمان سنين على فا يعني غادي يروح كان تاوي ثمورث النظام كان تاوي ثمورث النظام ذي ثمورث النظام اون نوفر لي بورت اون نوفر اون دون لانفراستركتور اون دون لوكازيون دون ان بون سالير بور كو لو ميدسان سوا اليز كيس كي مانك دون 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 سور سيت الجيري اي مانك لي انفراستركتور اي مانك لو ماتيريال ثورا الطبيب على دي فرانسيس سداويت ذي روح هذه غمدي لوبيتال ولاش الماتيريال سوا شو راهي ايش اللي حما موضين اني ناسو شويه في ذاوي مولاش الدواء مولاش لو ماتيريال صحيت قلت ما ميسد وغال غرغورم باسكو ثاني ضيت سعيد دي شيف الخبارات بغيت ثاني دينيض نسعى نروح انا في قلنا غمزوارو مس كريم كبير وكذا نغمس دي ليبرتي اضرح بحسيس اك دينيض السلام عليكم مازول فلاك كريم زول فلو مس الخير كريم يعني الارتيكل قد هضرنا في لا فيت دي سيرفو يفقد ذي ليبرتي يعني غورمي سان دات خدمه كتشيني ذا شو زمر ذا غدر نوضا في الارتيكل لاقي شي دينا سي تادير سي تون بون ايزون لو بري سي سي اون انفورماسيون كي ايت دوني بار 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 سونتر دو ريشيرش ان تيك توك امريكان بون c'est pas exhaustif, yani il donne pas tous les détails sur l'immigration dans la fuite des cerveaux, bien que il y a pas uniquement que les intellectuels et Gerulen, parce que il y a d'autres, mais ce qu'il faut relever le plus, c'est que la période minage le terrorisme n'a pas connu yani une hémorragie par rapport à la décennie la décennie de Gaddan. C'est quand même un chiffre, quand tu compares les deux chiffres, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est une véritable hémorragie. Karim. Oui, oui. Smihi, il va qu'on a d'où la rachat de la fin 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 de la fin
هذا الشيفر كين كونين فغان يعني سي لانفورماسيون لينا لارتيكل اللي نغرا نزرى باللي لو نومبر يروحن سي 1990 مي قال مود نقال لا ديسيني نوار يعني مشطوح مليح بارابور ميد يسمى سبوت في لقاء الله فوق الرون تمورت التصيد يقارن باللي لهنا ثغالد لا ستابيليتي ايكونوميك يدير منك شمند ولكن نتوالي لو شيفر يولي مليح مليح بارابور على كذا كي يمسناونا كي ناغنز مالا دنيني العباد دي جون مساكيت كي فول افوار ان اوتر افونتور دي ثمور النظام. Bien sûr, ça veut dire que, à mon avis de mon point de vue, c'est-à-dire fondamentalement, il y a une très grande déception chez la majorité des Algériens. Et aussi parce que dans les années 90, malgré le terrorisme, mais les gens avaient l'espoir qu'il y ait un changement, c'est-à-dire ils y ont cru. Mais remarquez, même au début des années 90, quand même, il y avait une activité politique. Les gens se mobilisaient, il y avait un mouvement associatif qui travaille. Les partis politiques ils mobilisent la population autour des projets politiques, même si c'était un guerre entre les différents partis. Mais en tout cas, il y a une certaine adhésion. Et puis, le terrorisme a donné une certaine forme de résistance à la population. Mais les gens y croyaient un changement, ils croyaient un avenir. Or, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'une fois une fraude, il a mené le terrorisme, l'Algérie a opéré une régression. Indien, aujourd'hui, il y a une perte de valeur. Parce que les gens nient qui fuient, ils se rendent à l'étranger. Ce n'est pas uniquement une affaire pour des raisons économiques. Attention, il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a beaucoup de gens, des cadres, ils étaient bien ici, ils avaient des situations, la famille Nsen, ou Rahmel Stalin à l'étranger. Pourquoi? C'est pour une question de dignité. Parce qu'ils sont beaucoup plus respectés. Reconnu l'inagorsan ou l'agorna. Parce que nous sommes malheureusement dans un pays où les valeurs n'existent pas. La valeur de l'effort, la valeur de la compétence, la valeur du mérite n'existe pas. La cigarette qui brise, et à la fin du mois, il gagne mieux qu'un médecin. Non seulement ça, et puis ils ont dévalorisé un peu l'effort intellectuel. Et ça, à mon avis, les sources remontent à très loin dans l'histoire. C'est que depuis l'été 62, le coup d'État qu'ils ont fait sur le GPRA, Imeren, depuis qu'on a installé le régime militaire, il y avait cette forme de complexe. Et encore, tu peux remonter même jusqu'à l'assassinat d'Abdel Ramdan. C'est-à-dire on a développé le complexe ni vis-à-vis de l'intellectuel. Aujourd'hui, on retrouve dans tous les secteurs, dans des postes de responsabilité, c'est des gens sans qualification, qui n'ont pas les compétences et qui dirigent. Et qui essaie de diriger des gens qui sont plus compétents en philosophie. Forcément, cette relation les intellectuels, la limite, c'est comme un complexe. Donc ils te disent, moi, je ne peux pas supporter dans des conditions pareilles. Donc, ils décident de partir. Donc, ce n'est pas uniquement une affaire de raisons économiques. Bon, bien qu'une partie aussi est trop pour des raisons économiques, on le sait, on le voit avec les haragas, qui essaient de partir les moins grouler parce qu'ils ne trouvent pas de perspective là. Mais il y a une partie aussi de l'élite, c'est pour des questions de dignité, parce que quand ils vont au Canada, aux États-Unis, en France, même si même là-bas, ils trouvent des difficultés, c'est normal parce qu'il y a des pays qui sont en crise, ils trouvent des difficultés, mais quand ils ont du boulot, ils sont très respectés dans leurs valeurs, ils sont respectés pour leurs compétences, ils arrivent à s'épanouir dans un environnement sain, dans un environnement de liberté, et c'est ce qui a conduit qu'aujourd'hui, on assiste à ces cortèges de départ. Karim, vous avez dit que c'est ce qui est par rapport à l'Ilmzine, les étudiants, ils ont mis en médecine, ماذا يسلا ولكن أراد هذا الضرض أسكي لي أنكوراجي باش هذي يروح يعني أو بو دو سي زيتود باش هذي يغلط الطبيب. Est-ce que les étudiants, si on prend un exemple, le mthil, من بويون أي خدم من ميدسين, ماذا يسلا ولكن قرض أسي كريم, أسكي لي أنكوراجي باش هذي يغلط الطبيب ذي ثمور ثنا.
Bien sûr, Narak, tout a été fait, tout a été fait pour décourager les meilleures volontés. Parce qu'attention, les gens qui, même les étudiants, une bonne partie, soit oui, ils ont les moyens, mais d'autres, ils essaient tous d'aller dans les universités étrangères. C'est parce que d'abord, ils auront une meilleure formation, et puis les débouchés, ils sont beaucoup plus importants qu'ici. Parce qu'ici, il y a des fois, ils risquent de se retrouver dans le chômage, dans le filet social, à ce que le bureau de l'APC, en attendant, même le dernier, un poste d'emploi. Donc, toutes ces difficultés, bien sûr, ne m'encouragent pas les gens à faire des efforts. Et puis, d'autre part, c'est à mon avis l'absence de valeur. C'est qu'aujourd'hui, tu trouves des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui est un cadre, qui a fait des études très poussées. Tura amek tezmer tamurt nneɣ ad tṛuḥ ar sdat a Karim si on prend l'aspect-agi d-tenniḍ l'absence de valeur الشيخ يقال يسعى على القيمة الطبيب يقال يسعى على القيمة يعني يمسناون يقال نسعى على القيمة امك نزمر ان نروح ار سدات امك هادي قرازاف وتمورث النغ لو كان يعني انا اركض يوك وكذاك Ben, malheureusement, c'est ça notre drame, parce que le plus grand investissement, c'est dans la ressource humaine. Mais qui, malheureusement, pour le moment, c'est ce qu'on n'a pas fait, et ça va poser des problèmes plus tard. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans la gestion, beaucoup de secteurs sont malades, beaucoup de secteurs sont gangrénés par la corruption, par le passe-droit, le clientélisme, c'est essentiellement dû parce que la ressource humaine aussi, elle fait défaut. C'est parce que il n'y a pas une échelle de valeur, c'est-à-dire ceux qui méritent occupent le poste qu'ils doivent occuper. Donc, dans quelques années, ça va poser un sérieux problème. Bien sûr, ça pose un problème de développement. يعطيك الصحة كريم ميدك شمضة كيد نغا كيد شكرا غا طاس طاس افتمو غليينك وكيد كريم كبير ذا نغماس ليبرتي سي ثمانات الجزائر اكدي نغا ثان ميرثيك اكما ادو غالا رولت ما مياسا ذي الستوديو ام ياسا تسليض اول ان كريم كبير ينادي هضرد ينادي باللي ماشي ذي الحاجة غيكس فراحن فكي غاس المثل يعني اون الماد نغ ليتوديون ايك فغانا ذي يغال ذي الطبيب ماشي كان واقيس ذي المثل كان سيت ان اكزومبل اسك فريمون ليتوديون ايكي لي انكوراجي ماذي توالي باللي لي ميدسان ديجا يدي فغان ذي الطبات فغانا ذي روحنا ثمورا نظن والطبيب ويغال يسعى على القمة ام يلا زيخ الشيخ يغال يسعى على القمة ام يلا زيخ امك يعني ثمور النار اندا تلحو بلا ثمو سنين بلا العيفه ذا كين اكس على لي ديبلوم اسك نزمر نروح ارزدات وشكرا غارك مثلا ناصر ثلال ثلاثي ثيخلي غارزات ما الا طفاك كيك العوايديس ولاش لو بوزو لو كومام اصل ماذنا وين ديفرون سي سداويت الى بيزوان دو ليبرتي دو ليبرتي دو 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 ترافاي ايتترا لو بيزوان دو ليبرتي ايكونوميك زادك ديني ني الجيريا نو بو ريوسير سي يا با اون ليبرتي ايكونوميك يا وتفكر الجزائر وتفكر ميس اكن لي موايان اكن راي يخدم نغا كن راي على ثليث ثيكلي على بزاف فوالا اي هضرت لينيكزيستونس دو استراتيجي باغ اكزومبل اي فو ميتر اون استراتيجي بور سي زونفون لا كي سون سورتي دو لونيفرسيتي اي هضرت كيما ثنا كريم كبيره في لي فالور اسك لي فالور كي سعان يعني سيت ان اسبيك il faut considérer ف وكذا كين يتروحون نا يل فول ديكوفرير ثمور النظام يعني فتحنا له في بورا ذي ثمور سن باش اخذ من ذي لا سبيسياليتي سن اسكو لي فالور ذي الحاجه كي بوس لي جون نا سميس لي ديبلوميا كين يموسنا ونا كين باش روحن ثمور كين نفرا Eh bien oui, la valeur, on fait la valeur, le qu'iman, la valeur, et on est différent, et on a un bon certificat. Un médecin, par exemple, il m'a dit dans un bureau de mairie,
استناد اسك ذاك اش استناد خص طومبوني تورا في ورق ثينا كي الغاشي غتروح انا نخدم دي سيرتيفيكا دو 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 نيسونس و اوت شوز اون اتوندون دي تراجو من المراس د فن امبوست من المراسي د فن امبوست من ما عند لات لي انفراستركتور باش كنا از د فن لو بوست لي انفراستركتور كي كي اكزيست ديجا داين تشورن وكريم كبير يعني في كذا ان اكزومبل نيك د زمره تفثور هذه ثمر ثنا يوني زنوزون دخلنا شما دي فرا على فان دو موا اتفض بلي السالير ينس يغلب وين نطفيف تيدت 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 اشحال تخلص الجزائر لي ميدسان ها يمكن جو مسوفيان كون جيتي ان الجيري تخلص انتن 3 مليون دو سنتيم سي تو مي اين ثوين يزنزو ينطفلا يزنزو يدخلنا دي طفله شحال راه تداوي قسقونا قسمانه كثر قسمانه ديجا ديوي 30 مليون صحيت قلت مثلا ميسا دوغال غرغور من بعد نسعى نفقلنا ويسين إدريس ملولي وقي ذا سلماذ يعني لينيفرسيتي ذي ثمنات نفقايث أذا راح فاسيك أكدينا السلام عليكم أزول فلاك فليك جراوالتون أزول فلاوان أزول فلاك يا مدريس أدريس ملولي يعني كتيني وزات بروف لينيفرسيتي اسك ذا شو زعما ضغط في كذ ليكسبيريونس نا العيب هذه تصنف ذا شو اك جن سبا يموسنا ونا كي تروح نسي ثمور ثنا اشارك دينا هاي جماعة وذاك نيت سنا وبقي منا بزاف هذا كان زيك سني روح هذا كان زيك سني لان وذي قلنا روحنا كندا لان اذا صنع شوازي البويا نوريون لان دكتور اك روحنا فرنسا كاريمون الكل يوم بيروح نعم نبدا بريفير نعيش في فرنسا نعيش في المويا نوريون سي ديجا بيان ميل نتوحق راضي نعقل مو ماشي تمر تما سي فان ولدي درتو منزار ماشي لان ماشي تما تتنعش بن لا غالب وسن في كمال الفيزا خدمنا ماك لي ديمارش جي كوني با مال ديتيديون با مال دونسينيون خدمنا دي ديمارش مي ايز اتون توجور لي ريبونس يوك نروحو اوكي يعني ادريس ملولي ذا شو السبه ذا شو السبه جعلن يموسنا وناكي نغ ليكزومبل لقيت في كذا لي بروفيت سنوض نغ يعني دي جون دي كادر يونيفرسيتير ذا شو السبه يتساكن باش يروحوا نسي ثمور ثنسن ان سون با فالوريزي و اسم في كاميرا وكيمانسن و اتفضل انسينيون باش كوني ان انسينيون يونيفرسيتير سي ان لينغويست لا ده عن 2012 يخدم بان ديكسيونار يخدم ودا لو ديكسيوناريس لي ليبرين سو داشي سينغلا بيبليوتيك من الجايس انتروفابل ان با فالوريزي سو الناس دو ديسكين سويا لا بريمي دو في 4 ميد الخمسة يحو سيماني في ان با فالوريزي مي كيما يدي ني سوي با فالوريزي في مرسا ان ذا دي بريفيرونس هاد روح لي سوليسيتي اون اوروب زعما يمشي هذا دخل من الجزائر با ريا ان اوكين فالور يعني سمحي امس ادريس باه كانك دينيغ سباثه مزوالوت سي لي فالور يعني ذي القيمه الى قذف كن يموس نواقي وي انا سينيون ما اللي اختار لا ريشيرش اللي كونداني ا فيفر ان شاف قرنك ني غادي يعيش غزواليا يوشو ني الصلاه ني لي بريفيلاج ني ريان دي تو ولو اللي كونداني دتر ان سامبل سالاريي donc il n'y a pas de valeur, aucune valeur. Même sur la société, la politique, mais oui, mais c'est quand même la valeur. Nous avons la valeur de ça, nous avons la valeur de ça, nous avons la valeur de ça. ولكن السي دريس يعني التصيد يقارن باللي سي الجهه نظا يموسنا ونقي تحويس يعني باش ادسعون دو بون سالير اسك السبايا قدري من ثلاثة غن effectivement c'est pas que vraiment c'est là mais où je quand on se trouve pour tirer vers la ligne c'est fait quelqu'un qui est bien où je en Europe mais qui n'a pas de carrière خلصيه 30 مليون parce qu'en Europe c'est 2500 par 1400 euros non par rapport au salaire bas et niveau de vie par rapport au niveau de vie le niveau de vie d'ailleurs il est bas اخذ من 50 مليون هذه دعوة عربية بلا كذا يشميش parce que même يشميش il a pas d'air de vraiment
يعني امك تتواليد لا بوليتيكا كي اسي دريس امك تتواليد يعني اسك تلاي يعني امك تقارن فولونتي بوليتيك بور اميليوري يعني لو كادر دو ترافاي موسنا ونكي نغ او كونترير دو بير اون بير شريك دينا دو بير اون بير هو شو جو نو با في او غرا ولا غرا بيزيرو سينيون Algérien, de l'étranger, de l'Allemagne d'ailleurs. C'est toujours, toujours dans la même logique, c'est les enseignants d'ailleurs et de l'étranger. Donc il n'y a pas de volonté politique, rien, aucune volonté politique. Des enseignants, des médecins, des spécialistes de tout type d'Algériens, d'élite et de l'Europe d'ailleurs, il n'y a pas une volonté. Mais actuellement, c'est le contraire. Après, si tout le monde qui veut quitter sa mort. Je suis vous êtes professeur de l'université. Les étudiants, j'ai trouvé deux, trois personnes, quatre personnes qui viennent de Kémar, Zeller, parce que je suis un peu plus jeune. Je viens de Kémar, je suis un peu plus jeune. La seule chose qui retient les étudiants, les futurs cadres de Zeller, c'est la famille. Enfin. Yani c'est bien dommage. On aimerait bien un Kémar pour changer le système. changer la politique s'imposer. ولكن الطسي يتروحون لفرا قارن دينا يعني قارن دي ثمورا فرا فرنسا على انجليز على الامريكان على الماستر على الدكتوراه فغان حملنا دوغالنا ثمور سن بور سيرفير لي زانتيري دو لور بيي ولكن ميد توغالن ابقي من كان اون بيريود ومن بعد روحنا دوغالنا ثمور ثنين فرا Oui, parce que l'étranger a des droits de dire qu'il y a une volonté pour changer. Bien sûr. Tu sais, pour arriver, déjà, d'ailleurs, il vous faut une équivalence du ministère. Je connais pas mal de gens, ils ont eu leur doctorat en France, mais ils ont dit que voilà, votre doctorat n'est pas reconnu. Doctorat. Doctorat de Buena Sivara. Allô? Anna, mais, est-ce que tu as سلام نياك يعني الدكتوره يجيب بون سيت مورتن فرا بون سيت مورتن فرا وست سمع لهم فيني وست سيت مورتن فرا ميدو سار زار وين كاد قلا ناسي وشو انك فوالا ايزا ريفوزي لي كيفالونس ليكيفالونس دو اسكن لو تيتر دكتور دون الجيري ناس فوالا ان فرانس ناس لي ماغريبان ساكناس الدكتوره فاسيلمون دونك اون بان de faire un blocage, de bloquer les élites de Radoghazen. Vous dites que ceux qui ont réussi de revenir, ils ont réussi de revenir, mais d'où ça n'arrive pas, ou ça n'avance pas, au contraire, ce qu'il y a de faire, roulent. نكونين ساعة يعني ان ارتيكل دي ليبرتي امس دريس باللي يقارد باللي لو نومبر وكذا كي مسناون يعني الى يعني يولي مليح دوبوي بوتفليقه يسد الحكم دو يعني دو 99 جوسكا 2013 رنان تقريبا 700 ميل وكذا ايغرو حنسي ثمور ثر ثمور انفارا مازال درنون ولات نبكي من ذاك الجزائر نهار شو ساعه نرى وسمس كان نرى لي شونس دو بارتيار اللي زون بلوكي هنا وينا مازال درنون بروحهم ذلك باري كان لان بلوس دو 3 ميل سبيسيال ولا 3 ميل médecin, infirmier, et là, Paris. Roulin, Rohan, là, Paris. Ritsi, là, où est-ce qu'il y a un Canada, où est-ce qu'il y a un... Là, il y a un Canada, où est-ce qu'il y a un Khalis, c'est un Canada, qui est un laboratoire, qui est un Sadiqdin, qui est un Kulish. Avec le Zayer, il y a un Damasso. Damasso? Oui, il y a un Zayer, où est-ce qu'il y a un Sadiqdin, il a fait les démarches, il y a un économie, mais il y a un Sadiqdin, il y a un Sadiqdin. لا شو اللي يخدم ديال الجزائر ثنيا تا ماسون ماسون علاش الخدمه
يروح على كندا بار ديتريس، لين ديغوتي يروح هنا ياكل ولا شي حاجه روحه. يختار كندا اللي فالوريزي، واش كندا سي سولون لي كومبيتونس ماشي سو زمان. إثورة مكة تواليض يعني ناسي إدريس من اللولي مكة مسال ثقتي لارزدات يعني إثورة نزرب اللي ثمورة إكس عن إك تقدم لنا ثمورة إك روح لارزدات روح نسل العلم سل الصابوار ستامو سنين مكة تواليض الجزائر لارزدات و من قديم الآية تنزوارو في دي روحنا إدي وطن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرأ فنجاري في النيل ايتو طر في اللف في العدل في العدل ما ولاش في لي دو ديليمون سمور سمور في ديسكار بيش سافوس يعني سي سكي باسو الجيري بيرسونيل مون جو سي بارتي دو دي بيرسون دي قارون الفوريستي لا اي وقت انسي من الجزائر نعم ولكن ولا هو لقيل ها لها سيد سي دريس ذوالي الهان ذوال يعني كل يوم يحمل انثى مورتي سي فاث يخدم ولكن في كي ظن عدل اكزومبل لاكي يعني نلعب ديك روح امدا كل كي لا فامي كي يروح على كندا في كندا سان لابوراتوار لو كي ميك الذي ثمورت لا يخدم ذا ماسوث وي سي با الفالا امك هذه تعول لا فولونتي باش هذه يقيم هذه ثمورتيس ولا شو اللي صار على فولونتي ايل نو زون كاسي لا سول سوليسيون ون سي ودي ودي دقي من ذا il faut qu'on s'organise on خدمه dans le bon sens dans le but de changer on doit imposer un changement يعني تورا نعم يعني تو فهم قواليك بلي تو تي رولي لا بوليتيك اه بيان سور سي لا بوليتيك لو كان السلف كاع اذكرنا اذكرنا هذا كان لا فالور اي لونسينيمون واليوم هذا بنون دي موسكي افيك دي مليار دو دولار ني شحال بور ان دي تو اون اي با كونتر لي موسكي هذا دين فيلم مي دون القدر لوجيك هذا كني لا ريشيرش هذا كني لا ريشيرش واليوم هذا رحنا تسال تقرني دري من كلونساج هذا بنون دي سي اش او دي لابوراتوار اي زون كوراج اون يو دون فوي بار اكزومبل دريان سنيغ دون فوي لو أمريكا بوين دي بروفيسور أرفع زيا أم خاص تولي ذا كتيني سي إدريس يعني ذا أخليك قولني لي زونيفرسيتي ليدوكاسيون يا دي زيتود كي زون ايتي فات لي كلاسمون لي زونيفرسيتي ذي الدونيث الكل اون افي بلي لي زونيفرسيتي يعني ذي غزة ذي ثمناطن غزة افيك تو لي بروبلام افيك تو يعني المحنة يسعان ils étaient classés meilleurs que les universités de Mourthana. Ah oui, ça c'est clair, ça reflète la politique en Mourthana. Ça reflète la politique parce que nous qu'un système radical, c'est-à-dire un système éducatif, la future génération va être une génération qui réfléchit, une génération qui raisonne, une génération qui va dire non. Donc si on dit non, s'il y aura une génération sinina là, le système ne sera pas à l'aise, le système il sera en danger. Mmh. C'est pour ça que c'est fait exprès de créer, de faire un système pareil. Mmh. Voilà. D'achou zmerda dinir amassi Driss, melloulli, yani akd djagawal nsa'a dqiqa kan, اولا قالوا لي زيتوديون يعني بور باش نتخدم يعني لا فولونتي هذا قمن دي ثمور تنسن اشرف من بون دون تي لي بي دي موند ا ترافير ليستوار il faut toujours revenir à l'histoire à travers l'histoire c'est les jeunes et pour من ثمور اسمي موسى عمروش اسي عفو ربي il avait 34 ans il était jeune c'est nous qui allons changer un changé, il faut le déranger. Il faut déranger les incompétents et il faut déranger ceux qui gênent et nous imposer. Parce que la fuite, ça n'a jamais été une solution. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي إدريس ملولي ذا سلماذ أنت سداوي في لونيفرسيتي في ثمناطن في كايات هاكي تشكرا غا طاس طاس ميدكش مضا كي ناخذ في كيطان ناخذ ثمو غلينك هاكدي ناخذ ثان ميرثيك أدو غالا غالا ورتماثنا أم ياساد الستوديو أم ياساد سلاد يعني واقي سي تان بروف في لونيفرسيتي متسل ضوا ليس ماشي الحاجة يكس فرحن الحاجة يكس فرحن كي قال لي لا يفو ديرونجي لو سيستيم جو با
de quelle manière on doit déranger le système, mm-hmm. combien de générations sacrifices qu'on mm-hmm. doit sacrifier pour l'Algérie, pour déranger le système à Guinée. Du moment qu'elle parle, Nathan, elle débourse l'Algérie, elle débourse plus de 100 milliards de dollars de pertes en moins de 30 ans. Mm-hmm. Yeah? D'accord, elle a donné de l'argent pour l'Algérie. Mais un des éléments, parce que nous avons besoin, un des là la stratégie, un des là la liberté de l'économie, un des là où nous avons les besoins, le matériel. Oui, tout ça. Il y a des éléments qui sont en train de dépenser, parce que ça sera notre souffrance. Il nous faut une ouais, nous بعد le ferroviaire des roues à rendre. Voilà, mais là, c'est un truc qui pourra, c'est une idée où là, je le fais demain. T'as dit, mais ce n'est pas une solution. Déranger, déranger jusqu'à quand? Il y a une génération qui dérange actuellement l'Algérie. Mais nous qui entrons, nous n'y n'avons le gouvernement. ولكن انت يهضر مثلا غير دريس يعني سقسخ يونس قسيني غاسي سكسيرو ليا لا بوليتيك سي ان سيستيم كيل فو شانجي انك بيان سور سي ريلي ا لا بوليتيك دونك ولاش اون فولونتي بوليتيك باش هذه لي افدل خاطر نزمير انا نكوني غنروح لزداف ونزمير ثمورتنا غتفغر ثفاث ما يموسنا ونقي نارك ضيفا ما يعني ثموسني لا سيونس وسنفكرا ازال وسنفكرا القيمه ام كيفاش تولد ام كي زمر الحل يعني لي جينيراسيون اي قاد يتسن رزدات زمرنا تبدل لنا الحاجه شكرا لا جينيراسيون وحده زمرات تخدم الحاجه ما يلو يتعاود راه كومبليتمون لو سيستيم اغيني سي لي سي لو سي لو سيستيم سي لو غوفرنمون جو فو دير سي لو سي سي وي وي كي حكمني مدبرنا كين تمورت يقلقنا أضخم من الحاجة قبل هذا تعاودنا أضخم من بون استراتيجي أضخم من يوجي كده تفرن سيس الدويين okay. يعني أستوى لغ باللي ولا شو فيزيون je vois pas qu'il y ait de vision tant que le système est toujours le même un cercle vicieux ثمور زمالة تقعد صحي تم يعطيكم صحة دغا لغرغورا أي ثماثي سماثين أو يقذ أغدي توالين قيمة كذنا نروح الفاصل ذا مش طوحي سبدي ذا مش طوحد نغلى الغروان أتو تسمي إن شاء الله
ثمتي سمعتي انه غرد الغرون سجدنا الدر في مسناون مسناون يتروحون سي ثمورث خاص بعد السنين إقارا يعني أذا بظن الفغين سن أذسعون ديبلوم ولكن تفن باللي في بوراغ القندي ثمور سن تروحن أرث ثمور النظام أسن فتحن في بورا نكونين فغان فهم أي غار شو جعلن السباث نا السباث باش يموسنا وناقين تروحون سي ثمور ثنا اسك يعني لو سيستيم وتصيدي قارن باللي ازافو ثمور ثنا نا لو سيستيم يجعل باللي يموسنا وناقين يعني وسعونا راه القيمه الطبيب يكس القيمه ينس الشيخ تكس القيمه ينس دونك تروحون التصرف فارا اندا ثمور فارا ثمور لوروبا فرنسا ذا الانجليز نال كندا نال الامريكان التصيديريين ينجحن ذي ثمور ياكي نسلا ديك مثلا ادريس من الاولين يدي هضرا يندى في يوني سنيث الا ستان اكسبيرون ايكونومي ذي ثمور اللي يخدم ذا مصوث ولكن يروح لكندا في كناس ان لابوراتوار يعني باش تواليم اي غار وكذا كي موسنا ونا كي تروحو ارثمورا انفرا سعيغ ولت مثلا مياس هذه الاستوديو يعني انت ثاد في كثر مغلين نس ولكن اضروح غرا نفقنا ويس ثلاثه وكذا عبد القادر مرباح ذا سلوى يكبر تجمع الوطني الجمهوري سي ثمناط الجزائر اضرح فاسيك كدينا السلام عليكم ازول في الله كيما يعطيك الصحة سي عبد القادر مرباح ميدو سيض تكشم الضيكي ذنا أكيد شكرا غطاس ثم زواروت أم كث تواليض ثم سلث بوساقين ينخدم في إمو سنة وانت مورث النا نزرب اللين ثم سنين ذنتث ضركز ذا الساس تمورا يتروحون أرزداث يعني سونو سافوار اونز ميرارا نروح أرزداث ويعني الا اسميس بوضيا فاتي رحمه ربي ذي الديرني ديسكوري خدم ذي عنابه الا يهدر في ثامو سنين يقارد يناد قوالي ناس باللي في مورياكي يعني يروحون لزداد في مورياكي خير للجزائر يعني وفنانا سالعلم ذا شو زمر ذا ديني امس يعني امس عبد القادر مربح السلام السلام عليكم وعليكم السلام يا سلام شكرا خويا ثاني هادي عرضنا ليميسيون كي باش نتكيدون على كل حال هجره الامخاخ سي اون غروند ديمولاجي كتوشن تامور بيان سور تعبر على ازمه كبيره داخل البلاد لانه رمزورا اكسون جسمورت ذوكا ديران دونك مع الوقت مع الوقت الأزمة ثمناتو ظهر جداد سؤال سبض الولو النغ يعني ويغرانا باش نهضر في اللسن دي الشطر الثاني دي في إطار الهجرة الهجرة وإلى الحركة دونك مالا زمرا كينيغ بلي تلا الأزمة بمختلف أشكالها يون واتي ناد سي عبد الحميد بن باديس من يرفض الإصلاحات لابد أن يقول صباح الخير للثورة بونجور لا ريفوليسيون ألور إلا قرن ثاني الأسباب متعددة والموت واحد وذي فغنيو كي تكر فران هجر تاموس لأسباب مختلفة يون يفرى القدر في لقن قسموس ويض يفرى الخدمة ويض في الجنرى يشارك ذي الحكم لأنه يغرى باش يوض يحكم قسموس يون في الجنرى باش يخدم الإبداع أدي خدم ديزانفونسيون خطرة فرشني يغرى يون يشعر الحرية أكي إقلاقن وكذا يرو كليتاك يفغن الضرى فغن لأسباب مختلفة ولكن اسمه هجرة الأمخاء الهجرة كذلك مختلفة لأنه قد هجرة ثمور في ديرنيير ما نسميها الحراقة لأنه الأزمة تروح شوية 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 أرمي استوشا طبقة المتوسطة وتنقر تخلص استوشا الطبقة يعني الفقيرة
من ثم نكني الحراقه خاطر وسعنا الخدمه قسم الانسان. دونك اكاد داخله دي زمراك ديني ماشي كل الامخاخ يقوجر تموت، ولكن مازال الامخاخ داخل تمور، ولكن ارتورا مازال تنغن في الحريه، تنغن في الكرامه، تنغن في الديمقراطيه باش يشارك بالحكم. ماذا قلت شفان بلدي 92 يعني باش كرا براو النار مي خسار المسار الديمقراطي ولا المسار الانتخابي رد الفعل نسن ماشي الهجرة نحو الخارج عن طريق البواخر او هجرة نحو الخارج كما داروا الامخاخ، ولكن داروا رد الفعل هجرة نحو الجبال ونحو الغابات والبراري. اذا وكذلك يوكليتاج تحركتي عبارة عن ردود افعال باش التسجيل ان هضر في الاسماء المتعددة الاشكال. دونك زمراكي نير الازمة السياسية ثرود الازمة الاقتصادية ثرود الازمة الاجتماعية. سي عبد القادر مرباح. الازمة الاجتماعية. سي عبد القادر مرباح. اي تسلم اسمحي جماعه كواليك فاغ كان كيني اكيد سقسيها خطر فاغ ساعه سقسيها في فنار ترسيث كتيني يعني ذا قروك فار التجمع الوطني الجمهوري اسك تواليض باللي يعني البروبليم ترسيث ديت مورثنا ذنت سبه ثم قرف اكجان ثم سنين نغي مسنا وناكي تروحون ثمور النظام بيان سور باسكو ونزميرالا نهضر في هجره الامخاخ بلا ما نهضر في الازمه السياسيه ولا الازمه الاقتصاديه ولا الاجتماعيه افريكان. خاطر الامخاخ لانو كاديك بغا ندخل من ديزانفونسيون وفنانا نوسني في كان نقدر نسن باش اتصنع عنين بغان. لانو ياض بغانا شرك ندي الحكم ولكن ولاش الديمقراطية باش اضروحنا ضعرضني ما ننسن الاختيار من الشعب. لانو ياض وروفنا للخدمة خطر الازمة الاجتماعية في الحقيق ميد. دونك ما لا الا قد خدمن الهجرة من نوع اخر نسمهاش نكني الحراقة. الى متى مرا افوض الازمة تشاوي كل مدن اسكو ديسيون واتكوي كان نفاق قشوش مشوش ارفغا نع نسعى لحلول النظام. دونك مالا زمراكي نير هجرة الامخاخ نزيف اجتماعي كبير. داير وذي زران بليك ما تبغيض تركض يوس من الدولة الى قصك صدارة ونسن امقرانا ونسن يغران الامخاخ نسن اي سي بور سولا لون دي كوز يعني لون دي لان دي روبروش اي خدمه يجمع السياسيين ذي الازمه 92 ذول يروحن باش نغن اين عدي قيم من الامخاخ ارمي يسجا يسمشتورا طهر جعوت يون قرونا يسعن الكوراج يناد tu dis tu meurs, tu ne dis pas tu meurs, alors je dis je meurs. Il ne veut pas quitter le pays, mais il est resté à l'intérieur du pays. Ouakagin, Ivran, Bash, Avrkan, Tamoussena, Vdan, Atsksen, Alaounsen, Zikaray, Yewen, Defir Yewen, Badma, Ifran, Sizaf, Nasil Riv, Imzourani, Yerouchni, Kulitak, على الخارج. دونك مالا المقولة ابن باديس أثي رحم ربي ذي الوقت قلا يتخلط فرحات عباس لزوم إكليري دو لا ريفوليسيون يناد كونت اون ريفوز لي ريفورم يفو دير بونجور على ريفوليسيون. فكان عبد القادر مربح اكيد سقسي يعني كتيني انا رينك التسرسيف انو كني فغا كان تفكا غنشيفر مقارن لي زاني نوار لا ديسيني نوار
مية ألف بوكادي مسناوني في غنر ثموران فرا روحن هجرن لوروب نغ الكندا نغ الامريكان، ولكن سي 1999 ميديو سامس بوتفليقة للشفراجي يولي مليح مليح عماد 2013 يولي يبوض 800 ألف عدن 800 ألف صافي دير بلوس دو 700 ميل 700 ألف في مسناون يقروحن سي ثمورثنا نسلان كوني طاس دي قارن دي لا كومباني الكترال ني 17 افريل نفرنتي قعدان هدرند ويقاذ يقفدن وكذا ماس بوتفليقة ناند بلي ماس بوتفليقة يرد الامان يرد يبودي ذري من ارث مورث واكدو ذي الجزائر يفرح سلا يعني سلا ستابيليتي اقلان، ولكن ما نتولي لي شيفر سي الجهه النظام لي شيفر لي تو داكي يخدم المركز هاكي الامريكي قارن الصوره النظام. عبد القادر على كل حال يا اخي قلنا الموت الاسباب متعدده والموت واحد، ماشي يركل وذي فغن قسمورث زعما ان ذي المرتبه الواحده، لا نقاد مرة ان رصق الاستحقاق الى قذي روح الضراء خطر يرول في ييس ويعيا ويكره تمورثي نس خطر ويفغانا غادي يستعمل العنف باش هذه قبل السلطه يستسلم يروح وسدني وجي بالك افيك ان بوتي ماشا افيك اون سيركونستانس اتينيونت يعطيك صحه وترفض ضرر السلاح تروح ضرب النظام، ولكن لن غادي يقيم ذاكي وغينا تستسلم رفض السلاح والا كفحم بطرق مختلفه، لن وياض سي شدة من شدة الخوف وإلا من شدة خفة الروح نتاع الإنسان يروح يتمشى فيها روح الكي يروي القسموس يتبع تيمور النظام يقرص هذا داون وياض الاستقلال ومن بعد نكشم الرسموس، ولكن في كل هذا معناه أن البلاد راهي في أزمة وأنه فيه عنف سياسي وعنف إداري وعنف من أشكال مختلفة، الشيء اللي خلاو الناس كل واحد عنده طريقة نتاعو باش يجاوب هذا العنف هدايا. دونك نعش نكني المرحلة نتاع العشرية السوداء والعشرية الحمراء والعشريات الموالية، خاص مخالف لشيفر غير الهجرة قل وقت معين إلى وقت آخر أصفار سلوي دو بريزيدان بوتفليقة، سني با سكي تانتريسان سكو أتيلي الحرية ودقيمن إموسناون سورتو علماء العلوم السياسية وعلماء العلوم الاجتماعية وعلماء النفس وبيان سور avec un courage politique, avec une tolérance pour poser la question autour d'une table ronde comme celle que vous êtes en train d'animer en ce moment, Aïghar, Yadra, Aïghar, Roulin, Wallow, Nar, Sif, Mours, Umbad, Nvdou, Anson, Nuf, Afaïghar, Roulin, Wallow, Nar, Sif, Mours, Bad, Nvdou, Sif, Tabaka, Oula, Aramad, Tabaka, Akhira, Keshara, Bashad, Njou, إلى كيسيون هاكي باش هذه لي المهم في كل هذا هو العلاج. لو كونستا إلي في دوبي تري لونتون. ولكن عبد القادر مربع. العلاج الشيء لقنا ساكي باش هذه حبس النزيف الدموي هاكي وردود الفعل اللي عنف معين، عنف سياسي وعنف إداري وعنف اجتماعي عبد القادر وكذا اون سيتياسيون مسيو عبد القادر مرباح، واش هذا يعني ذا شوث العلاج هاكي ذا شوث الدواء الى قن باش نفى سي ثمغلي هاكي يعني العلاج الاساسي، العلاج الاساسي يمر عن طريق الصندوق بارساء ديمقراطيه حقيقيه عن طريق مختلف المسارات التي تاتي عن الديمقراطية فقط. ولكن أزافو دي زوتر في ألجيريا. أها. أمحيكا.
وين يسعان ان بروغرام دو غوش اثي عاون ربي وين يسعان ان بروغرام اسلاميزان اثي عاون ربي ان ديموكرات كي ديفون لي ليبرتي اثي عاون ربي اشو عيخص الناس كي جسموس سيكو لو سيتويان بيس سمتر سور ان بالانس باش هذي وزني مانيس غير سيجمس ذا شو يسوى لان الحكم الاساسي هو الشعب. Nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité d'aller aux élections comme des citoyens égaux en droit et en devoir. Bash avertir le chab, le gouverneur Anoui Lakhan. Bash assez casse-ma ou l'in ou la ou n'a, gvara ou l'an devron ilin, billet la démocratie, adrochna l'adjin al smouth ou al sherken, vi nizam al hukm ou abadan min ghir. الرون العالي يغران ونزميرانا انسقم ثامول لانه لو ميور انفستيسمون سي ان لوم يفو انفستير ان ليكول لونيفرسيتي لي انستيتو لي زوم اكثر من اللوزين الحجار بوزال واكثر من البترول ديركازن نهني ديركازن فاكنك دينغا سي عبد القادر مربح يعني يولي مثل كان او جيري قروحن سيث مورثيس وقي ذا مسنو يعني ذا مقران اسميس بالقاسم هابا سيتان سيونتيفيك الجيريان اتابلي اوز ايتازوني il vient d'être classé parmi les 100 inventeurs les plus productifs au niveau mondial ayant déposé des brevets aux États-Unis au cours de l'année 2012 يروح سيلواد السيليكون فايلي مقارن يعني المنطقه le sixième économie du monde. La Californie est la sixième économie du monde. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, parmi les 100 inventeurs, يعني le domaine électronique. باش العيب هذا ميغا ذا جيب القاسم حابه وتروحوا نار ثمور النظام ناخذ من في لي زانتيري ثمور النظام. بيان سور انا زويره نهضرها في القاعده العامه بالانسان كالورقه البيضاء او كالعجينه. ويزي ديلو دي الولايات المتحده ولا دي انجلترا كيف كيف نكذو ذي دي لولن ذي الجزائر نا ذي العراق نا ذي سوريا ذي مولان تمور ثني اقزمرن اثيرن ذي العالم اثيرن ذي الجاهل دونك ام ديانا يدخلانه في الاسلام ذي مولان او يهودانه او يعلمانه او يجهلانه نكني راهو كيف كيف مذاكر جنس نظام حرشن غران ولكن فيش كي وفان ساموس وصون الزمارة ولاش لقيسة قارو ولا المؤسسات رسني فكن القيمة إن يبا دانتيرلوكيتور دونك هذو غالنا سمورة نسيت كان السمارة اللي سمورس تونع تقرز تاع المؤسسات دونك لات المؤسسات يخدمن الاهتمام الى العلماء النسي وراوي نسي حرشن يغران السني ماذا قالت روح بس هذا الضاكي السن تود شويت زرانا شاخذ من سيسك زرانا شو مكان لك دفكن وزران دشون القيمة السعيد وزران دشون شارية عليك خدمن وإلا أمشارك حرزن السبوسقين متعوم الفوضى قسمور النار Automatiquement, il y a beaucoup d'Algériens qui viennent ici, mais qui ne trouvent pas leur place. Et parfois, à la nationalité américaine ou la canadienne ou la française, ils sont reçus comme des Français, mais c'est des Algériens, nous en tant que Français, ou la qui nous sommes différents en tant qu'Algériens, et pourtant c'est la même personne. Donc, le mouchkil, c'est un vinivar. Comme le cas de 20 secondes, je vais vous dire, c'est Abdelkader Merbah.
دونك مالا اسبو سبي ماذا بنا ان معاونيوك اللي داك بيغالنا باش ادنا في الحلول اون فا انتربلي اون فا انتربلي كي دو دروا اي توس انصامبل باش عبد السماح حسن ولي يحكم من قسمورت وان معاونا نخدم يعني قفزه نوعيه نحو المسار الديمقراطي الذواقي يقزمرن اليس قيم بيغالنا نكوني الجزائريين والبشر اللي يخدم القمة العلماء لأن ربي سبحانه عز وجل الناس هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعطيك صحة صدق الله العظيم. يعطيك صحة سي عبد القادر مرباح. أكيد شكرا غطس التص في ثمغلي نخذ سلوي وخبر التجمع الوطني الجمهوري سي ثمنات الجزائر دينيغ ثان ميرثيك صحة يعني شارك أكيدنا نروح يمثنا رمضان أوراق وقي سيل ثمنات لوكرين ذس الوين مركز لوراس للدراسات أسينيغ ذرح باسيس أزول فلاك. سلام عليكم. سلام عليكم وعليكم. مرحبا زول فلاون أزول فلاك يا جماعة. أرمضان أوراغ أنني يد باللي تهدر تشاويف دونك أكسقسيغ يعني الأسئلة ستكون بالعربية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. يعني أنت كإطار يعني جزائري تشتغل في أوكرانيا. نعم. كيف ترى يعني هذه الهجرة الهجرة تاع الأدمغة؟ هجرة الأدمغة الجزائرية هي نعم. كارثة تاريخية للشعب الجزائري لأن أي إطار جزائري هو عبارة عن نستطيع أن نقول خزان من تلك المقومات التي حولت من العقول أو من استطيع أن نقول من التراث الجزائري من المقومات الجزائري من تلك المكاسب التي استثمرت في المدارس العربية في الجامعات العربية من طرف الدولة الجزائرية ويصبح هذا الإطار يعمل لصالح اقتصادات ودول أخرى أجنبية. فهذه كارثة يعني هذا هو الشيء الذي نستطيع أن نقوله بخصوص هذه الأمور. نعم. يعني أنتم درستم يعني في جامعات جزائرية. نعم. هل أتيحت لكم الفرصة أن تعملوا في الجزائر أم غلقت الأبواب أمامكم فاضطرتم أن تهاجروا؟ نحن جزئيا درسنا في الجزائر ولكن الدراسة العليا درسناها في أوكرانيا مؤسسات تعليمية وبقينا هنا في أوكرانيا أو قدمنا الاتحاد السوفيتي وعندما انحل وإن نقول انهار الاتحاد السوفيتي بقينا مرهونين أو كراهين للوضع الجيوسياسي للوضع المأساوي للاتحاد السوفيتي الذي انبثقت منه جمهوريات منها جمهورية أوكرانيا وهذا تزامن مع العشرية السوداء في الجزائر فأصبحنا مضطرين أن نبقى هناك في أوكرانيا و نتقاسم ونتشاطر نقول الحياة مع الأوكرانيين المواطنين الأصليين هنا وبفضل جهودنا وتطابرنا ومثابرتنا تمكننا من تأسيس مؤسسة للدراسات الاستراتيجية التي أطلقنا عليها اسم جبال الأوراس أو الأوراس احتراما للوطن الجزائر الذي قدم لنا الكثير والذي ربانا وأعطى لنا الكثير لكي نصبح في هذه المرتبة. ولكن يعني الأخ رمضان هناك كثير من يعني الإطارين في الجزائر أو الخارجين من الجامعات لا تعطى لهم الفرص يعني في مجالهم مثل الأطباء أو مجالات أخرى وكان فيه مثل يعني شعبي يقول لك لي بيع شماء والدخان أحسن من طبيب. نعم أنا أفهم سؤالكم. الحقيقة أن من أجل توظيف اليد العاملة أو المقومات والإطارات التي تتخرج من جهة يجب أن تكون سياسة حكيمة سياسة تنظيم ومن طرف والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة مثلا التصنيع أو المناجم أو البترول التي تعتبر الموظفة لهذه الطاقات. فعندما تنعدم سياسة التوافق والتنسيق بين مؤسسات الدولة الجزائرية ونلاحظ أن هناك كم كبير من الإطارات يصبحون رهينة البطالة
يصبحون يعني خارج الإطار المهني. هذا من جهة. من جهة أخرى الجزائر أصبحت سوق استهلاكية، ليست دولة إنتاجية، فتستهلك ما يصنع في الخارج في الاقتصاد الخارجي، ونحن فقط نشتري تلك البضائع والسلع التي بثمن بيع البترول. يعني نحن نبيع المحروقات في الأسواق الخارجية، تأتي لنا العملة الصعبة وتحول إلى الدينار الجزائري بسياسة بنكية محلية، ونصرف هذه الأموال يا إما على الاستهلاك للمنتجات الخارجية أو نعطي معاشات للموظفين. لكن نحن لا نستثمر في العقول الجزائرية. لو نستثمر في العقول الجزائرية فهذه المواد سننتجها بنفسنا، وسننافس البضائع والسلع والخدمات الأجنبية ليس فقط على مستوى إفريقيا ولكن على مستوى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. إذن العلل أو السبب الواحد هو ما يسمى ذي القصر السياسي وقصر البعد لدى المسؤولين الجزائريين الذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه المقومات ومع هذا الكنز الكبير من العقول الجزائرية التي اضطرت يا إما أن تبقى في الشوارع وإما أن تهاجر بحثاً عن لقمة العيش. يعني نعم. أستاذ رمضان، أنا السؤال ما هو السبب الذي يجعل أن يعني النظام في الجزائر لا يستثمر في هذه العقول كما قلت؟ يعني السبب واضح. نحن نفهم بأن الجزائر للأسف الشديد هي تابعة سياسيا واقتصاديا وماليا وربما حتى نوعا ما ثقافيا لدول غربية منها فرنسا والولايات المتحدة. فالدوائر القرار في الخارج غير مهتمة لجعل الجزائر دولة قوية، ولذلك هي عبر رجالها في دوائر الحكم في الجزائر تمضي بسياسة لقصر وقهر المقدرات الجزائرية، ونقصد العقول الجزائرية. نستطيع أن نقول وبالحرف الواحد أن الجزائر هي مستعمرة اقتصاديا لبعض الدول الغربية التي هي غير مهتمة لإعطاء الفرص من أجل تفعيل الطاقات الوطنية، لأن هذه سياسة. فأنتم تقول ما هو السبب؟ السبب يكمن في عدم تقديم الحريات، عدم إعطاء الجو والفضاء للطاقات الجزائرية للظهور كأساسة وكرجال دولة من أجل استيعاب واستثمار الكنوز الجزائرية سواء كانت في الداخل أو الخارج. وإن صح التعبير بالعربي البسيط، السبب هي الدكتاتورية رجال الفساد في دوائر الحكم الجزائري. نعم. يعني أنت تكلمت أستاذ رمضان على البعد الخارجي، يعني هناك دول ترى أن من الخطر أن يكون الجزائريين يعطى لهم الفرص، أو خاصة المتعلمين في يعني تنظيم أمورهم في البلاد، ولكن في يعني هناك الناس يقولون أن الذين هم على السلطة في الجزائر هم جزائريين. يعني المينيستير يعني الإدوكاسيون يعني حكمة بن غبريط هي جزائرية وليس فرنسية وليس أمريكية. يعني لا أنتم ربما، أنا أحترم رأيكم، ولكن أؤكد لكم بأن هناك فرق من المخابرات الفرنسية والأمريكية والغربية هدفه الوحيد هي التقاط العقول وجرها لخدمة مصالحها في الغرب. هذا من جهة. من جهة أخرى يجب أن نفهم أن هناك المخابرات الفرنسية مثلا وهناك مصالح مختصة في هذا الشيء لعدم تمرير المشاريع التي ستعطي نتاجا منافسا لها في الجزائر. وليكن لعلمكم أن مثلا في بداية الثمانينات كان مشروع جزائري لإطلاق مثلا مشروع تصنيع السيارة وتصنيع الصواريخ حتى، وكذلك تفعيل البرامج النووية على المستوى المدني السلمي. فهناك دوائر أو رجال في حكومة أو في دولة شارل بن جديد أيامها، ليس فقط في ما بعد الانقلاب الذي صار في بعد التسعينات أو بداية التسعينات، التي قامت بعرقلة هذا المسار وتعطيل كل المشاريع التنموية الجزائرية. يجب أن نكون يقظين، هناك عدو يتربص بنا
لن يعطي لنا الفرصة لكي نفعل طاقاتنا ما دام هناك حكم تابع للغرب ويعمل كل ما يأتي من أوامر هناك، لأننا نحن الآن في حرب دائمة، لأن الحروب الآن هي حروب اقتصادية، حروب صناعية، مثل ما تعرفون مثلا من أجل الضغط على روسيا تفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية لتركيعها أمام أمر الواقع. نفس الشيء يفرض على الدول العربية التي ربما ستصبح نواة إمبراطورية عظمى في المنطقة لتنافس فرنسا وألمانيا والمتحدة. لذلك هناك سياسات لا ليست في العلن ولا يكتب عنها، هناك شيء يجب أن نفهمه، علينا أن نصلح المنظومة السياسية، نصلح الحكم في الجزائر، نعطي الحريات لأبنائنا، وهذه ستكون بداية لبناء دولة قوية. هذا هو المهم، يعني إيجاد المساحة والفضاء المواتي لتفعيل الطاقات الجزائرية. ولكن نعم. أستاذ رمضان، نحن نعرف أن بناء الدولة قوية، العلم هو أساس بناء الدولة، يعني فيه مثل يقول أن هذا العلم مثل الروح في جسد الإنسان. نعم العلم نعم أنا فهمت السؤال. وما هو السؤال بالضبط؟ السؤال يعني كيف ترى المخرج، كيف ستصل الجزائر لبناء دولة قوية إن لم نعطي يعني القيمة للعلماء هذو للناس الإطاريين. هناك مثل باللغة الروسية، من لا يطعم علماءه وجيشه سيطعم علماء وجيش العدو والغير. فنحن إذا لم نغذي ونشجع طاقاتنا العلمية في الداخل أو في الخارج حتى عبر السفارات الجزائرية وعبر القنصليات ومراكز التثقيف، فنحن سنبقى دوما تابعين للغرب أو للدول العظمى. فمثلا على سبيل المثال السفارات الجزائرية الموجودة في الخارج يجب عليها أن تلتقي مع الطاقات والكفاءات الجزائرية اللي تعمل للخارج وتعطي لهم برنامجا من أجل استيعابهم، وتعطي لهم ضمانات من أجل العودة إلى الوطن، أو إنشاء مشاريع مزدوجة ومشتركة بين الدول التي يقيمون فيها والجزائر. مثلا هناك عالم نكون مثلا في لندن ثلاثة علماء جزائريين، فالدولة الجزائرية تستضيفهم إلى السفارة وتقول ما تريدون من أجل إنشاء شركة مشتركة مثلا بين لندن والجزائر، فهم يبقون في لندن لأن أصبحوا يعني جزءا من المجتمع الغربي مثلا، ولكن ثمارهم سيقدمونه للوطن الجزائر عبر هذه القنوات. لكن نحن نرى أن الدبلوماسيات الجزائر نائمة يعني 100%، ولا ونحن نفهم كيف تعمل هذه الدبلوماسيات وهذه السفارات، يعني حدث ولا حرج مثلا. هذا مثال بسيط. أشكرك رمضان أوراق، الأستاذ رمضان أوراق، أشكرك على المداخلة. شكرا. أكيد شكرا غطا ستصك دينا ثان ميرثيك إثماتي سمثيني لا يهدر أنا استعرف يهدر سشاوث سمحتنا، ولكن نزمر أدنيني باللي أدي قرب لي ثابور ثنا يعني وتخذي مارا الواجفيس باش أتطفي موسنا ونقين إزمر الحال أذي اللي أفوس سي فرا سي ثموران فرا وقفغانا ثامور ثنا أتصوض على الفغينس إناد باللي ثامورث ما تبغى تروح للبعيد تمو سنين أرتي يون البعيد تمو سنين أرتي سوفغن سطلام أرثفث أدرو غلغ أرولت ما مياسا ذي الستوديو أولت ما مياسا ما زالنا سنث دقايق ذا شو زمرض أغدي نظ يعني على حسب ثمسلث بوساقين إذا نهضر في إموسناون أفثار ولا نيموسناون ذا شو زمرض أغدي نظ قواليم صادق مثلا ناصر عجبي مليح مثل ندي فكا مثلا غاكي تسون فيدا غانغارو انيك ليتا نا ثيمات ونفكيرا وشترا غوردانيس اتشيتش غوردان لي زينمينس نا غاداونيس فما دونك ثورا نكوني مايل ليتا نا يقلوي لي نغيت يحكمنا الجزائر وعاودنا لا استراتيجي عاودنا للحكم الجزائر وتفكر القيمه ومسناو تحسب ذا شوت تحسب ذا انت كان راه يخسرن
أتخسر إدريمان أتخسر كل شيء كنا دوائي مسنوين سقوان دا النظام ولكن رمضان او راهو كيك لان دي لوكراني شمد ذان كارو يعني انطلب سماح وي كذا غادي تابع يعني هضره ديك اذا ناقص تعرف خاطر ريزميرات يعني سيكسبريمياتور مون يناد باللي ازمال الحال ثلاثي موران فارا داغن وفغانا راه هذه اللي اتي لي ثامو سينيا كي وفغانا راه الجزائر تبدا باش تغال يعني تامورث مقرن اسك الخفا يعني الحاجه كي نزمر هاد نهضر في الناس انا في لا وكي ذا الصح انا صار معناها كل يوم نتدافع على لي زانتيرين حوايج الوقت طاس ديكيد الا قاس تيغي من نظن خطر مقر مليح الجزائر ثورة ما ماشي ذا الراوي ساتير في الذن ما الا الراوي صروحن الروم مدنو ترفض النارة واذا كذا تم عزوز كان اعترزن صافي فوس قفوس الا قات نرفض ان شاء الله ان شاء الله ميا سي يعطيكم الصحه اذا ولا قات فغ فوس قفوس ان شاء الله نرفض نرفض ثمور ثنا اي ثماثي سماثين نبوضر ثاقي راب وهي البوساكي اكوني تشكر على التصميم ثقم ما كي ذنا في كم ثم الزوف اتشكر على يوكين في كيوني ديك شمني كي ذنا في كم ثم غلي نسن او ندينيغ اثيكل ثنيضا ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله ثن ميرثنون